كل التحية لكل الأهلوية، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من السادسة، حلقة خاصة جدا، ثلاث ساعات قبل المواجهة المنتظرة المرتقبة، المواجهة الهامة تقدر تقول عليها كده قمة الكرة الإفريقية. فرقتين حقيقة من العيار الثقيل، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على مستوى الكرة اللي بيقدموها الأهلي وسان داونز، موقعة إفريقية في منتهى الأهمية وخصوصا لينا إحنا. مباراة البعد عن حسابات لازم، ولو بمعنى انه بحكم طبعا ان احنا يمكن اتاخرنا شويه في انطلاقه مشوارنا الافريقي في دور المجموعات، فغابت عنا المباراه الاولى مباراه القطن الكاميروني، وبحكم ان منافسينك في المجموعه كما توقعنا واتكلمنا قبل كده في السادسه مع كتير من المحللين ان المنافسه في المجموعه دي هتبقى منحصره بين الهلال وسان داونز والاهلي، وبحكم نتائج حققها نتائج ايجابيه جدا، حققها طبعا سان داونز بالفوز في المباراتين اللي لعبهم، الهلال كرر فوزه على الاهلي بالامس وفاز على القطن الكاميروني خارج ارضه بنتيجه 2-1 في مباراه كان متقدم فيها القطن الكاميروني 1-0، لكن انتهت لصالح الهلال 2-1. صعبت شويه وضغطت شويه علينا قبل مواجهه النهارده، لانه الاهلي بيخش المباراه دي برصيد 0 من النقاط، وبالتالي انت في حاجه او في اشد الحاجه لتحقيق مكسب النهارده. النتيجة غير كده هتدخلنا في حسابات، لو مين يكسب مين ومين يتعادل مع مين ولازم مين يغلب مين عشان يبقى عندنا فرصة. أعتقد أنه مفاتيح التأهل عن المجموعة ما زالت في أيدينا، وقادرين إن شاء الله نتفوق على سان داونز حتى وهو واحد من أفضل فرق القارة. مش بتكلم على النسخة دي، لكن بتكلم على المواسم الأخيرة. أنا بشوف سان داونز هو المنافس الحقيقي والمنافس الأكبر للنادي الأهلي على مستوى لقب بطولة دوري الأبطال. سان داونز النهارده بيخش المباراه باريحيه كبيره جدا، لانه مش قلقان من حاجه، محقق العلامه الكامله، خاض مباراتين فاز فيهم على الهلال وفاز فيهم على القطن الكاميروني، وبالتالي النهارده داخل باريحيه كبيره عكس الضغط اللي ممكن يكون موجود عند لاعبتنا او عند فرقتنا. الهلال وفق اوضاعه بشكل كبير جدا بعد خسارته من سان داونز، وانهى الدور الاول من المجموعات من مرحله المجموعات بست نقاط. مكسبك النهارده لسان داونز يدخلك في منطقه مرتاحه جدا، ويبقى فاضل لك مباراه القطن الكاميروني، لو قدرت تكسبها يبقى تعادلت مع سان داونز والهلال، انهيت الدور الاول من دور المجموعات بست نقاط زيك زي سان داونز زي الهلال، ونروح للدور الثاني من دور المجموعات ويبقى ساعتها لكل مقام مقال. تشكيل الاهلي النهارده طريقه لعبه الاقرب ل 4-2-3-1، ويمكن تقريبا جمهوريه مصر العربيه كلها متفقه على 4-2. المشكله كلها في الثلاثة واحد، مين ممكن يكونوا خيارات امثل في مواجهه سان داونز؟ ومستر مارسيل كولر ممكن يفكر في مين النهارده في بدايه المباراه، في ظل خلينا نتفق انه وفرت الحلول الهجوميه، لكن الرهان على التوليفه او التشكيله اللي ممكن تصنع الخطوره امام فريق قوي ومنظم دفاعيا وفي منتهى القوه والتنظيم من ناحيه الهجوميه. هنحاول نقرا معاكم سيناريو المباراه المتوقع، تشكيل الاهلي والطريقه الانسب لمواجهه سان داونز. هنقرا فريق سان داونز ايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق النهارده، بس قبل ما نبدا حلقتنا وندخل في التفاصيل اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسه. ماتش النهارده، وده كلام غالبا الكلام اللي انتوا مش هتسمعوه وهيتقال في اوضه اللبس قبل بدايه المباراه مباشره من الاجهزه الفنيه طبعا، واعتقد ان الدوافع النهارده هتكون واحده من العوامل المؤثره جدا جدا على سيناريو المباراه وسيناريو المواجهه، سواء الكلام ده بالنسبه لسان داونز او بالنسبه للاهلي. سان داونز داخل المباراه صحيح باريحيه، ويهمه جدا 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 تحقيق مكسب النهارده، لانه تحقيق مكسب في ماتش النهارده لسان داونز بالنسبه له يبقى على الاقل بشكل كبير ضمن، واحد انه معاه بطاقه من بطاقتي التاهل عن المجموعه، نمره اثنين يكون ارهق الاهلي وابعده بشكل كبير جدا عن المنافسه في الحاله دي، هيكون وصل لتسع نقاط ويتبقى لي ثلاث مباريات منهم الاهلي على ملعبه، وبالتالي النص الثاني من مشوار دور المجموعات هيبقى بالنسبه لسان داونز مجرد نزهه، هيبقى في اريحيه كبيره ليه في المباريات اللي جايه، في حين انه الضغط كل الضغط حتى لو انت كسبت المباراه المؤجله ليك مباراه القطن الكاميروني هيكون رصيدك ساعتها في او في التوقيت ده في الجزء الاول او الدور الاول من المجموعات ثلاث نقاط، يعني الفارق هيبقى ست نقاط بينك وبين سان داونز وثلاث نقاط بينك وبين الهلال، فبالتالي شكل المنافسه في المجموعه هيبقى بين الاهلي والهلال على التذكره الثانيه، وبالتالي النهارده دوافع سان داونز موجوده وكبيره جدا، واعتقد انه رغبته الاولى حتى ولو كان فيها
شكل من اشكال التحفظ، وهو عارف انه بيقابل كبير القاره الافريقيه على ملعبه وسط جمهوره وراهن بشكل كبير. بس خلي الجمهور على جنب، لان انا هتكلم على جمهور اهلي ال 10,000 اللي حاضرين النهارده ومنتظرين منهم يكونوا او يقوموا بدور 100,000 موجودين في الملعب، واعتقد ان هم قادرين يصنعوا الفارق. لكن هو عارف كويس جدا ان هو بيقابل كبير القاره الافريقيه، فبالتالي هيكون في جزء متحفظ في شكل اداء سان داونز. الاهم بالنسبه لي هو دوافع النادي الاهلي اللي محتاج يعمل بالانس في المجموعه مره ثانيه، محتاج يرجع اون تراك، وخصوصا بعد الخساره المفاجاه اللي ما كانتش مستحقه على الاطلاق امام الهلال، ما كانتش مستحقه نظرا للفوارق الكبيره جدا بين الاهلي والهلال السوداني، لكن يمكن كانت ظروف الفريق انه لم يحضر احد في المباراه دي، ومباراه كانت يعني في اجواء انتوا طبعا عارفين وفاهمين اجواء اللعب في السودان. اللي عايز اقوله انه مباراه النهارده مهم جدا جدا انك تصلح الاوضاع، مكسبك النهارده الى حد كبير يرجعك تاني اون تراك، ويبقى فاضل لك مباراه القطن الكاميروني باذن الله قادر تحسمها لصالحك، وبالتالي تبقى فرص الثلاث فرق اللي في صداره المجموعه اهلي سان داونز هلال متساوي. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل فندق الإقامة للنادي الأهلي، نطمن منه على حالة الفريق وعلى الكلام اللي بيتقال. طبعا سمعنا كتير على تشكيل الأهلي المتوقع النهاردة، أنا عارف أنه معظم اللاعبين جاهزين، كلام على الشكل الاستعداد من الناحية النفسية والمعنوية، حالة اللعيبة اللي أنا عارفه بتأكد أن هم في قمة تركيزهم قبل مواجهة سان داونز النهاردة. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وفي البدايه زميلي احمد خليني اقول لك كل سنه وانت طيب، وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله عام يكون مليء بالنجاح والسعاده والمزيد من الانجازات باذن الله. يا رب يا رب. ميرسي يا فاروق، ميرسي جدا. خليني اروح معاك لفريق النادي الاهلي. والحقيقه انت عارف دايما احنا كجمهور قبل ما نكون يعني اعلاميين في على شاشه الاهلي بيبقى عندنا دايما احساس كده، انت داخل المباراه دي مرتاح، داخل المباراه دي مطمن واثق من الفوز، ولا القصه ممكن تبقى مختلفه؟ مع سان داونز الحقيقه دايما من الماتشات الثقيله اللي ببقى شايل همها، فرقه محترمه، فرقه بتلعب كوره جوه ارضها زي بره ارضها، وفرقه كمان عندها شخصيه. من وجهه نظري لو الاهلي في حاله فرقه كاس العالم، اعتقد ان احنا قادرين نلعب ونتجاوز اي فريق في افريقيا. لو كنا لا قدر الله في حاله ماتش الهلال السوداني هيبقى مباراه صعبه جدا علينا النهارده، ولكني متاكد انه بعد العوده من الخرطوم الشغل بتاع مستر مارسيل كولر من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه عمل فرق كبير، ظهر جزء منه في مباراه اسوان. تكلمني عن التحضير وعن الاستعدادات لمباراه النهارده اللي خلاص بيفصلنا عنها تقريبا 3 ساعات. بالفعل زميلي احمد، وخليني اكد ويعني اشيد بالجمله اللي حضرتك قلتها، ولسان بتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي، واحنا كلنا شرف لينا الانتماء لكيان كبير زي النادي الاهلي والانتماء لجمهور النادي الاهلي. بتكلم بلسان الجمهور، واعتقد يعني المباراه في غايه الاهميه، مباراه من واحده من اهم المباريات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا ظروف المباراه وان فريق سان داونز عنده 6 نقاط، نادي الهلال السوداني 6 نقاط، ايضا انها مواجهه متكرره على مدار ال4 سنوات الماضيه اللي بتتكرر يعني بصوره متكرره ما بين الاهلي وسان داونز، ده بيزيد من صعوبه اللقاء. الفريقين كتاب مفتوح، كل فريق بالنسبه للجهاز الاخر، سواء الاهلي بالنسبه لميلودي سان داونز او سان داونز بالنسبه للنادي الاهلي، مواجهه بقت معتاده وخلاص بقت واحده من كلاسيكيات الدوري ابطال افريقيا، المباراه اللي تجمع دايما ما بين الاهلي وسان داونز. خليني اكد بالفعل زميلي احمد على الدوافع النفسيه والامور النفسيه اللي يعني انت تطرقت ليها في كلامك، وتحضير مستر مارسيل كولر لهذه المباراه. الامر انقسم لشقين، شق ان انت تشتغل على الجانب الفني بعد العوده من اسوان، طول الفريق تماما خلاص صفحه مباراه اسوان وايضا مباراه الهلال وايضا كاس العالم للانديه، تركيز تام في مواجهه فريق سان داونز، والجميع بيعتبرها ان واحده من اهم المباريات، وده اللي احنا لامسينه. التفاؤل موجود، التركيز موجود، الروح المعنويه موجوده. انا بطمنك زميلي احمد، انا على المستوى الشخصي انا متفائل، التصميم اللي انا شايفه عند لعيبه النادي الاهلي، الاصرار، التركيز، الروح المعنويه اللي احنا شايفينها ان شاء الله دي هتنعكس في ارض الملعب. زي ما قلنا ان مستر مارسيل كولر اشتغل على شقين، الشق الفني والتحضير لهذه المباراه، عقد اكثر من محاضره مع اللاعبين، اتفرج على مواجهات الاهلي وسان داونز خلال الفتره الاخيره، ليست خلال الموسم الماضي ولكن على مدار السنوات الماضيه،
الاربع سنوات اللي مضيت اتفرج على هذه المباراه، خاصه المباريات اللي هنا في القاهره، يشوف طريقه لعب رولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز، اللاعبين اسلوب اللعب اللي بيلعبوا امام النادي الاهلي، ايضا اتفرج على اللقاءين لفريق سان داونز سواء امام القطن او امام الهلال السوداني، اشاد بالفريق طالب اللعيبه في كل كلامه بالتركيز، قال التركيز على مدار ال 90 دقيقه. ومستر مارسيل كولر اتكلم مع اللاعبين طبعا على الفرص اللي تم اهدارها في الشوط الاول من مباراه الهلال السوداني، وطالب اللعيبه بضروره استغلال المباريات تحسم بفرصه، يعني بعض الفرص اللي تم اهدارها في الشوط الاول من لقاء الهلال السوداني لو كان النادي الاهلي احرزها كانت غيرت شكل وسيناريو اللقاء. طالب اللعيبه بضروره التركيز من اول دقيقه لحد الدقيقه 90، ضروره استغلال انصاف الفرص، استغلال الدفعه المعنويه الممثله في جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيكون ليه كلمه السر ان شاء الله في هذه المواجهه. طبعا زميلي احمد، يوم لعب النادي الاهلي النهارده اليوم المعتاد، وجبه الافطار كانت في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 5، يعني خلال هذه الفتره كان هناك جلسات جمعت ما بين اللاعبين محمد الشناوي، كابتن سامي قمصان، والكابتن سعد عبد الحفيظ، كلامهم واحاديثهم مع اللاعبين وخلق الدوافع النفسيه للاعبين. زميلي احمد، لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه هذه المباراه، اعتقد واحده من المباريات اللي مسهله بالنسبه للجهاز الفني الاعداد النفسي، لعيبه عارفه قيمه هذه المباراه، عارفه اهميه هذه المباراه وانها مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. طبعا خلال دقائق هتكون المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر طبعا قبل التوجه الى ملعب الاهلي والسلام اللي ان شاء الله اللي هيحتضن هذه المباراه في تمام الساعه 9 بسفيره الاثيوبي باملاك تيسيميا. اتمنى فيها طبعا كل التوفيق زميلي احمد للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنتكلم طبعا عن طاقم التحكيم، وخليني اقول بس في بعض الاسماء اللي ممكن تكون تاكد غيابها، في يمكن كان في كلام على السوليه فاروق، عايز اعرف السوليه ممكن يكون جاهز، ورقه من الاوراق اللي ممكن يستخدمها مستر مارسيل كولر، ولا سيناريو مشاركه السوليه ممكن يبقى مستبعد الى حد كبير؟ لا، خليني اكد لك زميلي احمد ان السوليه مستبعد تماما من هذه المباراه. طبعا السوليه اضافه الى شادي حسين، اضافه الى برونو سافيو، محمد فخري، رامي ربيعه، ايمن اشرف، واحمد نبيل كوكا مستبعدين من هذه المباراه. لكن من الناحيه الطبيه بطمنك ان عمرو السوليه خلاص كان نزل التدريبات في الفتره الاخيره، ولكن مستر مارسيل كولر طبعا وجود اليو ديانج مع عوده حمدي فتحي مع وجود القندوسي مع مروان عطيه، مجموعه من اللعيبه بتدي حلول طبعا لمستر مارسيل كولر انه يدي فتره راحه اكتر لعمرو السوليه. لكن ان شاء الله بطمنك ان هو ان شاء الله خلال المباراه القادمه امام الداخليه عمرو السوليه يكون جاهز. النهارده طبعا الاهلي بيستعيد علي معلول، بيستعيد ايضا محمد هاني، ويعني اللعيبه وحمدي فتحي اللعيبه اللي كانت غابت عن مباراه او فضل الجهاز الفني ان هو يريحها ودي وقت راحه اكتر في مباراه اسوان. عايز اكد على نقطه مهمه زميلي احمد، ودي النقطه اللي احنا يعني اللي لازم يعني لمسناها من كلام رولاني ماكوينا المدير الفني لفريق سان داونز، اللي اشاد باستقبال النادي الاهلي واشاد بروح النادي الاهلي وأشاد بحفاوة الاستقبال وتيسير كافة الأمور من جانب إدارة النادي الأهلي، ممثلة طبعا في الكابتن محمود الخطيب بتوفير ملعب التدريب لفريق ماميلودي سان داونز انه يؤدي تدريبين على ملعب الاهلي والسلام، وانت عارف ان الامر المعارض المعترف فيه طبعا دايما بيبقى تدريب واحد بالظبط، تدريب واحد فقط على الملعب للنجيل الطبيعي، ولكن ده امر بيحسب ليه النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي. طلع يعني رولاني ماكوينا اشاد بهذا الامر، واحنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي طبعا مش جديد، واستقباله لكافه الفرق الافريقيه ودي الروح اللي النادي الاهلي بيقدمها سواء مع ماميلودي سان داونز واي وكل الفرق. النادي الاهلي طبعا انت عارف قيمه كبيره جدا طبعا، ومكانه وقيمه النادي الاهلي هي دايما اللي بتتحدث عن هذه المواقف. طبعا احنا المنافسه بالنسبه لنا في الملعب فقط لا غير، والكبير دي شيء يعني شيمه الكبار زي ما بيقولوا او شيم الكبار يا فاروق، احنا لا نلجا لاي اسلوب من الاساليب اللي ممكن يكون المنافسين بيستخدموها ضدنا لاحساسهم ممكن بضعف مستواهم او عدم قدرتهم على مجارات الاهلي في الملعب. لكن في جميع الاحوال الاهلي طول عمره محليا وقاريا وعالميا رول موديل الحقيقه، نتمنى أن الجميع يتعلم منه ويحتدي. بشكر زميلي فاروق صلاح، دي كانت أخبار فرقتنا واستعداداتها واللمسات الأخيرة في يوم المباراة، نتمنى كل التوفيق، وعندنا كلام كتير طبعا عن مباراة النهاردة بين الأهلي وسان داونز، بس هتسمحوا لنا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. بمناسبة تيشرت الأهلي اللي كانت منورة في الكادر دلوقتي، خليني أقول لكم بكرة إن شاء الله توقيع خامس عقد رعاية للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات مع واحدة من يعني اكبر الشركات العالميه، والحقيقه كل رعاه الاهلي بدايه اتصالات مصر، بنك ابو ظبي مصر الاول، جي ال سي البتروكيماويات او شركه مراسم للتطوير العقاري، وبكره ان شاء الله خامس العقود هيكون مع شركه شل، كلها
شركات مالتي ناشونال او شركات دوليه كبيره جدا، اسماء كبيره جدا كل في مجالها. فان شاء الله نحتفل بخامس عقد رعايه بكره، ونحتفل في اجواء ان شاء الله يكون الاهلي حقق فيها فوز واسعد بيها جماهيره. مباراه خلينا نتفق ومنتهى الصراحه، هي مباراه يمكن تكون اصعب فرقه ممكن تواجهها على مستوى القاره الافريقيه، مع كامل الاحترام للكبار ترجي او رجاء او وداد، لكن في النهايه سان داونز كفريق كوره او حتى من ناحيه القيمه التسويقيه او من ناحيه شخصيه الفريق، واحد من اصعب الفرق اللي ممكن تقابلها على ملعبك او بره ملعبك. عشان كده هي مباراه بشوف انها تلعب على التفاصيل، مباراه من نوعيه الماتشات اللي تحتاج من لاعبتنا التركيز على مدار 90 دقيقه، لا مجال للهفوات سواء دفاعيا او لا مجال للهفوات في التخليص من نص فرصه هجوميا. ويا سلام لو ابتدينا بسيناريو هدف مبكر، هيسهل علينا وهيفتح لنا الجيم بشكل كبير جدا. لكن خلينا نقرا سان داونز وتحديدا من خلال مشاركته الافريقيه. الفريق لعب مباراتين، واحده في ملعبه امام القطن الكاميروني وواحده خارج ملعبه مع الهلال السوداني، وتمكن من تحقيق العلامه الكامله والفوز على الفرقتين. خلينا نسمع بقى ونقرا سان داونز مع المحلل المتميز احمد مصطفى، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، دايما مبسوط انا معاك، وان شاء الله نتمنى نفرح نور الدنيا كلنا بنورك يا احمد. بساله دايما واحنا قبل الهوا على طول قبل ما نطلع، بقول له احمد ماتش النهارده صعب، قال لي جدا جدا. ليه او شايف ليه تحديدا اوجه صعوبه مباراه النهارده رغم انها على ارضنا يا احمد؟ اولا فريق سان داونز فريق قوي جدا، منظم، فريق عنده حلول كتيره جدا، واعتقد ان صعوبه سان داونز ان هو دايما القوام ما بيتغيرش، دايما ادي الحدود بتحرف القوام بتاعه. تاني حاجه صعوبه المباراه في ان مباراه الهلال السوداني بتاعت امبارح لما كسب فصعب المباراه اكتر طبعا، فكل ده خلى المباراه بقت صعبه جدا. وبقاش مش هقول ان يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب، مفيش بديل عن الفوز. وانا دايما بقول ان مباراه الاهلي مع سان داونز هي بتبقى مباراه التتويج للنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لو قدر يكسب النهارده، انا شايف ان زي ما انت اتكلمت ان سان داونز اقوى فريق بعد النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. صحيح، حتى من ناحيه القيمه التسويقيه اعتقد هو تاني فريق في القاره 27 مليون يورو بعد الاهلي. بس خلينا برضو نوضح للناس انه لا قدر الله، لا قدر الله حتى لو انتهت مباراه النهارده بنتيجه غير الفوز، ده مش معناها ان فرصه الاهلي في التاهل عن المجموعه دي انتهت. حسابيا ورقميا هتكون الفرصه ما زالت قائمه، لكن هتصعب علينا الاربع مواجهات المتبقيه. مظبوط يا احمد؟ مظبوط طبعا. طيب شفت ازاي شكل سان داونز السنه دي، وايه الاختلاف بين النسخه اللي هنقابلها النهارده عن النسخ اللي واجهتنا قبل كده؟ بقت مواجهه كل سيزون مكتوب علينا سان داونز، سواء في الادوار النوك اوتس او في ادوار دور المجموعات. بص يا احمد، هو سان داونز تقريبا من ايام موسيماني هي المدرسه واحده، حتى أيوة. المدرب اللي مسك بعد موسيماني هو المساعد بتاع موسيماني، المدرب أيوة. دلوقتي حاليا ماكوينا هو المساعد اللي كان مساعد موسيماني، فالمدرسه وطريقه اللعب واحده، هم بيعتمدوا على اللعب القصير، وبيعتمدوا دايما على لعيبه كوره، اغلب الفرقه بيعتمدوا دايما على الاستحواذ والاختراق بالعمق. فهم سان داونز عكس طبعا المؤتمر، حتى المدير الفني دايما نفس طريقه موسيماني لما اتكلم وقال لك احنا الموسم ده والسنه دي اقل من الموسم اللي فات او السنين اللي فاتت. طريقه موسيماني في ان هو بينيم النادي الاهلي المنافس. نفس الطريقه التمويه في التصريحات. فطبعا النادي الاهلي خلاص بقى ماشي، يعني بقى فاهم الكلام ده خلاص، ان احنا اتعودنا خلاص على تصريحات المدربين، هم نفس المدرسه. فاعتقد ان سان داونز يعني السنه دي بالذات اتعاقدوا مع لاعب تشيلي اسمه مارسيلو اليندي، لعيب بيلعب في رقم 8، لعيب مميز جدا. هم بيحبوا المدرسه اللاتينيه قوي وهي قريبه منهم، يعني طريقه الكره اللي بيلعبوها كمان قريبه من بالظبط. ده سيرينو طبعا، سيرينو ده يعني عايزين نقول ان هو يعني في كلام ان هو بنسبه كبيره هيرحل من نادي سان داونز. فبرضه هم مدرسه المدرسه اللاتينيه لايقه على طريقه لعبهم، اللعب القصير واللعب اللي فيه مهاره. فاعتقد مساحات الخطوط قريبه قوي من بعض، الفرق كلها بتتحرك ككتله واحده دفاعا وهجوما، ودي بتبقى محتاجه لعيبه عندها كوره عاليه يعني جدا. فاعتقد سان داونز الموسم ده انا شايفه من اقوى المواسم اللي فاتت، عكس كلام المدير الفني في المؤتمر الصحفي. اي، والمعلومات اللي عندنا انه على مستوى الميركاتو اللي قبل الموسم هو اكتر نادي او اكبر نادي عمل او رصد ميزانيه لانتدابات لاعبين الموسم الحالي في افريقيا، على مستوى قاره افريقيا مش جنوب افريقيا، على مستوى القاره كلها. وده باين كمان حتى في القيمه التسويقيه، هم بعد النادي الاهلي فباين هم الطموح بتاعهم او حتى الهدف بتاعهم كبير جدا، هم بيلعبوا دايما على دوري ابطال افريقيا، بس لسوء حظهم ان هم دايما بيقعوا قدام النادي الاهلي. هي الفلوس لا تصنع البطولات، هي واحده من العناصر المهمه جدا، لكن مش بس هي طبعا السبب الرئيسي. وكنت بشوف انه سان داونز لو عنده شخصيه البطل وعنده الروح اللي موجوده عند النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، كانت بقت ارقامه على مستوى الانجازات في افريقيا اعلى بكتير جدا من اللي هو حققه. مظبوط، عشان كده انا براهن النهارده ان شخصيه النادي الاهلي هي اللي تتفوق على نادي سان داونز. ايه اللي تراهن عليه في شكل الاهلي النهارده؟ تراهن على طريقه لعب، ولا تراهن على التشكيل وعناصر معينه، او تراهن على
اراهن على شخصيه إيه البطل اللي موجوده في النادي الاهلي دايما. انا براهن النادي الاهلي في المباريات الكبيره بتظهر شخصيته بالرغم ان ممكن تلاقي النادي الاهلي حتى في اسوء حالاته بتلاقي النادي الاهلي بيظهر في المباريات الكبيره تلاقيه بيظهر شخصيه النادي الاهلي بتتحكم او بتظهر في الوقت ده بالذات. فانا مراعي شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندها خبرات قدرت خلاص بقت فريق سان داونز بالنسبه لهم بقى خلاص يعني زي ما قلت انا مكرر كده كل موسم أيوه. فاعتقد ان هم خلاص بقى يقدروا يلعبوا مع فريق سان داونز محتاجين بس ان احنا نضيق المساحات لان هم فريق ما ينفعش تديهم مساحات خالص بيلعبوا على اخطاء المنافس بطريقه غريبه وده شفناه حتى في مباراه القطن الكاميروني. فاعتقد ان سان داونز او النادي الاهلي لو قدر يجيب هدف زي ما انت قلت يا احمد بدري بدري جدا هيفرق معانا جدا وهيبدا سان داونز يتحرر. هقرا معاك شكل الجهازين الفنيين لكل فريق هيحاولوا يدخلوا المواجهه دي ازاي يعني ممكن ايه. اعتقد طبعا انه سان داونز باصص للاهلي او حاطط الاهلي في حته مختلفه تماما عن القطن الكاميروني او عن الهلال السوداني مع كامل الاحترام ليهم طبعا، لكن بالتاكيد هو بيلعب على الاهلي على ارضه وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي فممكن يبقى داخل المباراه بسيناريو مختلف. لكن خليني اخش في الاول معاك في الجزئيه الخاصه بشكلنا احنا الطريقه الامثل لدخول المباراه طبعا ده دي طريقه لعب سان داونز. طيب بما انها نزلت خلينا ناخدها على الشاشه. ده التشكيل الاساسي اللي بيراهن عليه دايما مكوين بالظبط كده. ده بيلعبوا دايما 4-3-1-2 في حارس المرمى ده ويليامز ده حارس منتخب جنوب افريقيا جابوه الموسم ده. ده غير الحارس الاوغندي اللي كان بالظبط كده ايوه طبعا اللي هو كان دايما كان حارس مميز جدا بس ده حارس كانت اخطائه فادحه كان دايما احيانا برضو يعني بيتفزلك شويه كده بالظبط كده. شفناه طبعا في ماتش 2-0 بتاع صلاح محسن الله ينورك مظبوط ويليامز ده حارس منتخب جنوب افريقيا فده حارس برضو مميز بيلعبوا بالتيم مساكين كيكانا ومافالا ومداو الباك رايت والباك ليفت ومن اخطر اللعيبه في سان داونز موديبا ده الباك ليفت بتاعهم مميز جدا وانا شايفه ده اللي هيلعب عليه الشحات ومن وراه هاني بس هو ظاهريا كده او على طريقه اللعب هو باك ليفت لما نيجي نشرح الحالات هنكتشف ان هو اصلا ما بيلعبش باك ليفت فهو بيدخل دايما في قلب الملعب واعتقد هو اكتر اللعيبه اللي صنع فرص في واخد حريه حركه اكتر جدا وهم بيلعبوا بيعتمدوا دايما على طريقه لعب جوارديولا بس دي حاجه احنا ممكن نستغلها او يستغلها وتراهن عليها في الشحات بالزبط. انه يعرف يستغل المساحات اللي في ظهره دي من نقط ضعف اللي هنتكلم عنها فريق سان داونز تمام بيلعبوا بثلاثه في نص الملعب مكوينا ده لعيب مميز جدا ده الشكل او 4-3-1-2 تمام شايف دايما المهاجم عندهم ميوما ده مهاجم متاخر ما بيلعبش دايما لان هم دايما بيضغطوا من قدام عندهم ضغط دايما ضغط العالي بيعتمدوا على اخطاء المنافس تمام دي طريقه لعب مكوينا ده يعني منعم ومتولي لو بدا بيهم النهارده مستر كولر عليهم ان هم يتوخوا وخدوا بالكم برضو احنا بنتكلم على لعيبه كوره الحقيقه دي مهمين جدا والشناوي ليه دور مهم جدا الشناوي ليه دور كبير جدا لان هم بيضغطوا على الاثنين مساكين وبيستغلوا اخطائهم وهم احرزوا هدف في الحالات برضه هنشوف ان احرزوا هدف الضغط العالي من القطن الكاميروني بنفس الطريقه بالظبط تمام فنكمل دي طريقه اللعب اللي هم بيلعبوا بيها هم بيعتمدوا على البيلد اب على بناء الهجمه من تحت دي الحاله اللي بقول لك عليها بص احمد هم بيلعبوا 4 ده الباك ليفت كيبر الجول كيبر ورا ده طالع في نص بالظبط كده بص اللي دخل يعني الطرف اللي باين في الكادر الشمال هو باين نصه او جزء منه بس هتلاقوا لبسه او التيشيرت والشورت اخضر ده الجول كيبر طالع معاهم في بص احمد مين اللي دخل في الدايره ده الباك ليفت موديبا بص اتحول يعني السلم هو اللي في الدايره دخل في الدايره وهنا الباك رايت مداو هيدخل برضه بص هو بيجري فين نفس طريقه جوارديولا بيعتمد على الظاهرين دايما بيدخلوا لقلب الملعب ودي طبعا هتبقى نقطه ضعف انا بشوف ان النادي الاهلي يقدر يستغلها في خلف المساحات وراهم يعني وهنا بعتقد انه فكره الضغط من الخط الامامي بتاعنا عليهم ممكن يغلطهم ضغط منخفض بالظبط واستغلال تقدم الحارس لانه الحقيقه مش يمكن مش اول مره احنا بنذاكر سان داونز بقى لنا كتير يعني واضح انه الحارس بيتقدم في وقت وبيشارك في بقول لك هو دي المدرسه بتاعتهم واحده بتغير المدربين لكن المدرسه واحده هي نفس المدرسه والمساكين عندهم من نقط ضعفهم هو يعني المساكين يعني مش عندهم اخطاء كتيره جدا وده هنشوفه برضو في الحالات في نقطه ضعف تمام وده يمكن هكلمك فيه كمان للتشكيله الهجوميه يعني ابتديت الحلقه قلت انه الاهلي اقرب لطريقه النهارده 4-2-3-1 ال 4-2 تقريبا مصر كلها متفق عليهم ما فيش مشاكل ال 3-1 هو ده اللي يمكن يكون الاختلاف. الاوراق الانسب لمواجهه سان داونز كلهم جاهزين كلهم في حاله بدنيه وفنيه جيده جدا لكن مين ممكن تكون التوليفه الانسب للتعامل مع سان داونز واستغلال نقاط الضعف فيهم ده اللي هتكلم فيه برضه معاك لما نيجي دايما بيعتمد على طريقتين هو بيتنوع في طريقه اللعب لكن هو دايما خارج ملعبه بيلعب باربعه
3-1-2، هو دايما عنده طريقه ثانيه 3-4-3، فدي دايما بيلعب بيها في ملعبه. تمام، تتوقع انه يغير طريقه قدام الاهلي النهارده؟ ما اعتقدش، لان هو دايما خارج ملعبه بيلعب، يعني طبعا الاهلي هيعمل له حساب كبير جدا. أيوة. وهو النادي الاهلي كان تسبب في خروج صن داونز موسمين ورا بعض، هيعمل له حساب، لكن هم مدرسه واحده، طريقه اللعب ما بتختلفش كتير. هو بيعتمد دايما على التنوع في اللعب، وبيعتمد دايما على زي ما قلت الباكين دايما بيدخلوا لعمق الملعب، ودي من اهم خطوره صن داونز، وهنشوفه كده برده من ضمن نقاط القوه بتاعتهم. تمام، بص ده مديبة بيدخل لقلب الملعب. أيوة. مديبة ده الاطراف عندهم اخطر ولا العمق اخطر؟ لا يعني العمق، ما بيخترقوش غير من العمق. العمق نادرا لما بيطلعوا الاطراف خالص. تمام، وده هنشوفه حتى في المميزات بتاعتهم وفي نقط القوه بتاعت صن داونز. برده من فرق الحقيقه، يعني لابد ان احنا نشيد بالمنافسين، ما عنديش اي حرج فاقول انه فرق، واحده من الفرق اللي بتلعب كوره على الارض بمنتهى السلاسه، يعني تحب تتفرج عليها، تتفرج على كورتها بصراحه. وصن داونز في ميزه حلوه جدا. أيوة. برغم ان هم فريق قوي، لكن انت النادي الاهلي او اي فرقه تحب تلعب قدام الفرقه بتلعب كوره، لان الماتش ما بيبقاش فيه ضرب وما بيبقاش فيه تخبيط، فالماتش بيبقى مفتوح. أيوة. فصن داونز من المميزات دي، وصن داونز في يعني انا بشوف دايما خطير جدا خارج ملعبه. يعني صن داونز ان انت دايما حاجه بشوفها شخصيته موجوده بره خارج ملعبه، ان هو عايز دايما الضغط في العالي، هنشوف الضغط العالي بتاع اللي انت وضغط، هم بيستغلوا المساحات دي في اللعب البيني في الاختراق من العمق، وده مديبه هو اللي بيستغل بيعمل التمريرات ديت. مديبه بص بيستلم الكره في نص الملعب دايما رافع عينيه، ودي مديبه ده معلول بتاعهم بالظبط. بس مديبه يعني اللي جاي هنا في نص الملعب مكان حمدي او ديانج، ده المفروض ان هو معلول بتاعهم. فهي يعني دي الفكره، اللي هو مين من النادي الاهلي اللي هيقدر ياخد باله هنا، مستر كولر ان هو ياخد باله ان مين ياخد باله ان بس في شوارع بقى متسابه ورا بالظبط، دي نقطه ضعف يعني نتكلم عنها. شوارع متسابه ورا هنا ورا بص مديبة. ده مين ده؟ هو مديبه استلم الكره. بص مديبه ده في الضغط المتوسط هيبدا مديبه يدخل بالكره لعمق الملعب. بص يعني بص دخل لقلب الملعب. بص هيعمل ايه بقى مديبه ده؟ بص في يعني نص الملعب، يعني مش لعيب خط، يعني ما بنقدرش نقول انه بيلعب لعيب بيروح على الخط او هو نفس مدرسه جوارديولا. بص هيعمل، بص من نص الملعب هيعمل ثرو، دي الكره ده تدخل جون. هيعمل ثرو الاثنين مهاجمين، الاثنين كان الاثنين مش اثنين مش وهتدخل هدف. ده الاثنين كانوا على ثلاث لعيبه او ثلاثه بالظبط، ده الاختراق من العمق اللي احنا بنتكلم عليه من كم مميزاتهم. بس شفت في ظل الضغط المتوسط شفنا قد ايه صن داونز بيقدر يتخلص من الضغوطات ديت. أيوة. بالحلول اللي يضرب الفريق من العمق والكرات البينيه، واعتقد ان مديبه ده هيعملها اكتر من مره، وفي البطوله السنه دي احرز منها كذا فريق او ميامة احرز منها اهداف كتيره جدا. مين يواجه مديبه؟ مين افضل اسم ممكن يواجه مديبه من وجهه نظرك دفاعا وهجوما؟ دفاعا يعني يرهقه دفاعيا وفي نفس الوقت يمنع خطورته هجوميا. حمدي فتحي ان حمدي فتحي يبقى عنده شك ان هو يضغط عليه، وفي نفس الوقت هو بيدخل قلب الملعب كتير. حمدي فتحي يكون اول ما يدخل قلب الملعب اعتقد حمدي فتحي هو الاقرب لحمدي فتحي. يعني لسه في الاندي، ده عايز اكلمكم عن الاندي. الاندي ده بالنسبه لنا لعيب جديد، يعني بالظبط معظم العناصر اغلى لاعب في الفريق، اغلى لاعب في الفرقه بالظبط كده. دي حاله تانية، ده الضغط العالي. هم في الضغط العالي بص بيضغطوا هنا عشان هنا الضغط العالي ده هيغلطوا ويحرزوا هدف فعلا في مباراه الكوتن الكاميروني. الهدف الثاني ده الضغط العالي طبعا. فهنا اي طبعا عبد المنعم والمتولي اي خطا مرفوض مع صن داونز. فهنا طبعا هتشوف برضو هنكمل هنلاقي ان الشناوي هيبقى له دور كبير جدا في الحالات زي دي. الشناوي هيبقى ليه دور ان انت ما ينفعش تحضر في الجزء ده، لان انت لو حضرت ممكن ينتج اخطاء، وانت في الوقت ده بص او الخطا اللي بتكلم عليه هيغلط هنا الباص فهيروح لميلوله ويحرز منه هدف. فدي من ضمن الاخطاء. هنا الضغط، بص الضغط هنا لما هنا بقى ثواني هنقف. بص فريق القطن الكاميروني لما ضغط كويس جدا وضيق المساحات، فلقينا ان فريق بص اتقطعت منهم الكره، ودي هيحرز منها القطن الكاميروني الهدف. الضغط لو ضغطنا كويس جدا على فريق صن داونز في الضغط العالي بتاعهم بيفضل مساحات اللي انت احمد اتكلمت عنها ورا الباكين. أيوة. وده هنا هنكمل بص هيعمل الباص ورا مديبه وهيحرز منها الهدف بتاع القطن الكاميروني. بص هيروح يجيب جون. فدي النقطه اللي اتكلمت عليها فعلا، دي المساحه اللي ورا الباكين. أيوة. فهو اول ما بدا يخش في الضغط العالي لو قدرنا نقطع الكوره من فريق صن داونز هنقدر نحرز اهداف بسهوله جدا عن طريق حسين الشحات طبعا او حتى احمد عبد القادر. ايوه انت محتاج النهارده تتكلم على مهاره وسرعات بالظبط، يعني وتركيز. الناحيه البدنيه مش رهان كبير قوي خالص، ان هم فريق كوره. ايوه فريق كوره محتاج تركيز جدا، لان اي هفوه في المباراه هيكلف النادي الاهلي هدف. صن داونز ما بيفرقش معاه يلعب بره ملعبه خارج ملعبه. البدنيه بقصد بيها القوه، يعني طبعا صن داونز بيلعب بره ملعبه انا بقول افضل من جوه ملعبه. هو النهارده معانا 10,000 مقاتل اهلاوي في الدرجات، يعني هيهزوا اي فريق. طبعا هيهزوا اي فريق طبعا. بص الكثافه الهجوميه بتاعت فريق صن داونز، وهم في الحاله الهجوميه بص كام لاعب.
بص اللاعب في الكادر ده في تقريبا ربع الملعب، 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه. بص كثافه، لا ده في حاجه ثانيه، اللاعب اللي معاه الكوره بص كم حل معاه. يعني كم بص دي التدين المساحات. هي الفرق دايما اللي بتلعب على الارض، هي هو جوارديولا ليه واحد من اعظم لعيبته، ما بتبز... يعني لعيبه كوره محترمين طبعا وكلهم عندهم امكانيات بس مش موجود فعلا. لكن طريقه الفريق الناحيه الجماعيه ككل، اللعيب لما بيبقى في رجله الكوره عنده حل واثنين وثلاثه، ده معناه انه الفرقه كلها بتتحرك وكله بيتحرك من غير كوره بشكل جيد جدا، فبالتالي ما بيبذلوش مجهود في هعمل ايه في الكوره او هرجع الكوره تاني لورا، فاهم؟ بينزلوا كسبانين دايما لقدام. فدي دي بقى الحلول الثانيه، ده من قوتهم ان هم لما بيلاقي طبعا ده فريق الهلال السوداني. الهلال السوداني لما كان بيلعب، الهلال السوداني لعب 4 5 1 فكان حاول يضيق المساحات، ففي الحل الثاني بتاعهم. ده مش ملعب الجوهره الزرقاء صح؟ ده ماتش ده ماتش سان داونز. ده ماتش سان داونز والهلال السوداني. والهلال السوداني ففريق ده كان في جنوب افريقيا. ده ملعب سان داونز مظبوط. ففريق سان داونز هنا بيبدا يعتمد على التسديد من خارج ال 18 دقيقة حلقة وتحرز هدف، لان بص الزيادة الثلاثة في الوسط هيتقع من حارس المرمى فيقدر يحرز ميلولا الهدف بسهولة يعني جدا. هنا في الصورة دي او في الكادر بص ده بص كام واحد كمل، عندي ثلاث لعيبة مكملين وخمس لعيبة من الهلال، ما فيش حد منهم قريب الكرة غير يمكن وهنا لعب يبين التنوع بتاعهم. لما المساحات كانت ضيقة فعندهم حل ثالث اللي هو التسديد. التسديد وطبعا الزياده الهجوميه هنا طبعا ده مديبه تاني. بص مديبه اللي اتكلمنا الباص اللي طلعك عليه، بص الباص هيعمل ايه تاني؟ مديبه دخل لقلب الملعب برده مديبه، هنكمل وهيرفع عينيه تاني وهيلعب ثرو باص للمهاجم وهيحرز منه هدف لسان داونز. انا ما شفتش كوره المديبه لغايه دلوقتي. بص ده بص من مديبه عطف. ده مديبه بص في قلب الملعب هو بص ده الاختراق من العمق. بص مميزين جدا فيها هم. بص انت خدت بالك ان هم ما بيطلعوش على الاطراف خالص. يعني هو لعيب نص كلها. ملعب اكتر منه باك شمال. احنا شرحنا كل نقاط القوه، ما بيلعبوش على الاطراف تماما. يعني ما شفناش عرضيات. احنا لو احنا قدرنا نوصل سان داونز ان هم يلعبوا على الاطراف او يلعبوا على العرضيات النادي الاهلي كده يعني فسد. فاكر اقرب ايه لمستر كولر؟ يعني مستر كولر النهارده يفكر في فكره انه اضغط ضغط عالي واحاول اهاجم فامنع سان داونز من انه يتقدم ويحاول يمسك الكوره عليا، ولا اسيب له المساحه انه يتقدم واغريه عشان يقدر يجي لي نص ملعبي، فبالتالي الاقي المساحات الشاسعه اللي انا شايفها في ماتش القطن وماتش الهلال وبالتالي اقدر امثل عليه خطوره. هو في الحالات اللي هو الاهلي فضل سايب لهم الاستحواذ، هم هيبقوا خطر جدا لان هم عندهم تنوع كتير جدا. السيناريو ده ما ياكلش مع سان داونز. ما ياكلش مع سان داونز خالص. هم عندهم شفت انت الاختراق من العمق كان عامل ازاي؟ ومديبه ده هو يعتبر يعني لاعب وهمي، هو اصلا خرج بره مركزه الباك ليفت ومره واحده بقى في قلب الملعب. فزي ما قلت بيسرق اللعيبه وبيقدر يعمل ثرو باص، فانت مش متوقع ان في باك ليفت في الدنيا يعمل ثرو باص. فدي من ضمن مميزات سان داونز. احنا عندنا معلول بس معلول بيعمل اوفرات طبعا هو اكبر اسيست، لكن معلول بيلعب الاسيستات دايما من على الخط بالشكل الطبيعي او الدور التقليدي للباك ليفت. للباك ليفت انما هو هنا مش باك ليفت، هنا بلاي ميكر. هنا بلاي ميكر بالظبط كده. فاعتقد لو احنا ضغطنا عليهم عالي بتنظيم ده انا شايف افضل طريقه، ان هنقدر ساعتها نمنع ده الضغط العالي. بص هنا نقدر في الضغط عليهم بالضغط العالي بص هيحصل ايه؟ هيحرز نادي القطن الكاميروني هدف، واحنا عندنا الامكانيات. عندنا اللعيبه اللي على الاطراف، عندها الحلول وتقدر تستغل السرعات بتاعت الفريق. وعندك حمدي واليو ديانج في نص الملعب بالزبط. يقدروا يعملوا الضغط. انا شايف الضغط بتنظيم جدا على نادي صن داونز. هنا الثرو ده هيتلعب في الحته اللي ورا مديبه. ورا مديبه بالظبط. ايوه هيحرز منها هدف فريق القطن الكاميروني. اي شوت طبعا. طبعا احنا مش محتاجين ناكد على فكره انصاف الفرص يعني طبعا بالذات في المباريات الكبيره. بالذات يعني بص نقاط الضعف بقى نتكلم عنها. بص هنا بص الشوارع، بص المساحات اللي موجوده ورا الباك ليفت برده مديبه، دي مساحات هيتلعب ثرو باص للاعب الجناح بتاع القطن الكاميروني بس. والعرضيات اللي دي من ضمن مشاكل فريق سان داونز، بقول لك الاثنين المساكين عندهم مشاكل جدا كبيره في العرضيات. فهنا برضو بس مش شهر زي بص نفس زي ما سالتك على مين يلعب، مين انسب انه يلعب على مديبه، خليني اسالك برضو مين الامثل للتركيبه بتاعت المساكين في سان داونز؟ يعني كهربا، شريف، بيرسي تاو، مين ممكن؟ بيرسي تاو طبعا يعني مش غريب يعني على سان داونز، فبالتالي ممكن برضو يكون واحده من الاوراق اللي راهن عليها مستر كولر النهارده. المباراه مين الشخصيه والامكانيات اللي شايفها انسب للتعامل؟ الانسب بالنسبه لي كهربا لسبب، السبب الاكبر ان انت قلت المباراه دي محتاجه انصاف الفرص، وافضل لاعب موجود مهاجم في النادي الاهلي بيقدر يجيب من انصاف الفرص حاليا هو كهربا. شايف كهربا فشايف كهربا ان هو يعني محمد شريف طبعا مهاجم مميز،
لكن احنا مش في وقت اللي احنا ممكن نروح مره واثنين وثلاثه وممكن نضيع فرص هتبقى عزيزه وغاليه. بالظبط. كهربا بيمر بفتره انتعاش كويسه، لسه محرز هدف في نادي اسوان وكان مميز جدا، وهو يعني اعتقد الافضل ان هو يبقى يقود هجوم النادي الاهلي. طيب انت كده حددت في اليمين الشحات وعبد القادر وكهربا. وراهم مين؟ وراهم شايف ان هيبقى قفشه وحمدي فتحي واليو ديانج. قفشه غياب السوليه طبعا وحمدي طبعا. انا كان طبعا كنت لسه بسال فاروق معانا في السوليه موجبه مؤثر، انه خد بالك كمان مش بس المباراه مع فرقه كوره صعبه، لكن كمان خبره. يعني النهارده بشوف انه مستر كولر اكتر خط عنده فيه اريحيه في الاختيار هو خط النص. طبعا عنده عناصر كلها مميزه تختار جاهز، لكن بتهيألي في ماتشات زي دي كمان الخبره بتبقى مهمه جدا. بالظبط يا احمد، يعني لعيب زي السوليه، لعيب زي حمدي، لعيب زي علي ديانج عندهم خبره الماتشات الافريقيه والبطولات الافريقيه وتعامل لعب المباريات دي قبل كده. الماتشات الصعبه دي بتديهم افضليه شويه، على مش تقليل ابدا من مروان ولا قندوسي. قندوسي بالمناسبه كمان ورقه ممكن مهمه جدا لعيب عنده شخصيه ولعيب كبير جدا. انا عايز اقول ان المباريات ديت كمان فريق صن داونز بيعتمد على ان هو ممكن يزهق المنافس، بيباص كتير جدا. الباص كتير ده احيانا انت ممكن تزهق، انت لو انت النهارده هينزل لازم مفيش حل قدامه غير الفوز. فالاستعجال الفوز ده خطر على النادي الاهلي، مش عايزين نستعجل الفوز خالص، لان استعجال الفوز هم هيستغلوا اخطائنا. النادي الاهلي لو اندفع قوي على استعجال الفوز صن داونز خطر في النقطه دي في الحالات المرتده، فهيبقى خطر. فاحنا عايزين نلعب بهدوء، فالثبات والخبرات للاعيبه النادي الاهلي دي مهمه جدا، والتركيز. واعتقد انصاف الفرص زي ما تقول احمد ان هو دي هتبقى مهمه جدا، ان احنا نطبق كل اللي احنا هنعمله في الملعب والاستحواذ في ان احنا نترجمه للاهداف. انا بسمع كلام كتير قوي عن الاندي ده، انا ما شفتوش قبل كده يعني، ما معرفوش مثلا. هو شالويل طبعا او شالويلي هو اكتر مهاجم، بس هو ما بيلعبوش غير بطريقه 4-3-3 هو اللي بيلعب. اوكي، لكن اتوقع انه يكون موجود النهارده في البدايه. ما اعتقدش ان هو هيلعب مورينا. مورينا ده سريع جدا، مورينا ده سريع جدا فاعتقد هو عايز لعيب كده. عايز اتكلم زي ما اتكلمنا عن نقاط الضعف في الفرقه، عايز اتكلم عن نقاط القوه وازاي ممكن نوقفها، سواء من ناحيه الهدفين سواء من ناحيه الامكانيات. مين مهاري، مين سريع؟ خد بالك برضو يعني احنا عارفين سان داونز كفريق، لكن ما احناش حافظين قوي العناصر، وخصوصا العناصر اللي استجدت او اللي دخلت على تركيبه سان داونز الموسم ده. عندهم ميلولة ده هداف دوري بثلاث اهداف، لعيب مميز جدا، لعيب صغير فيرود راس حربة لعيب مميز جدا، لعيب خطر، لعيب اللعيبه كده اللي هي اللي عامل زي مين؟ مايكل اوين زمان يعني، اللعيب اللي هو اللي فلعيب لعيب خطر جدا. فاعتقد ان اللعيب ده ما ينفعش يتساب لوحده خالص، لعيب سريع ولعيب عنده بيعرف يحط جول. فاعتقد ان ميلولا ده لعيب هيبقى ليه مستقبل في بطوله افريقيا يعني الفتره اللي جايه، والانديه واعتقد هو يحترف يعني. لعيب مميز، شايف ان مديبه من اخطر اللعيبه في صناعه اللعب طبعا. وفي اللاعب رقم 6 عندهم مكوينا. مكوينا ده من اكتر اللعيبه اللي ما عملتش ميس باص، يعني اللي اكتر لعيبه اللي هي الباص بتاعها بيقدر، هم بيعتمدوا بناء الهجمه على مكوينا ده. حتى لما بيلعب 3-4-3 وبيخلي مكوينا هو اللي بيلعب في اللاعب الثالث عشان يبدا الهجمه بيه، فهو بيعتمد دايما على البيلد اب. فمكوينا ده لاعب مميز جدا لو قدرت تضغط عليه، لان بدايه الهجمه من عنده وبدايه الهجمه طبعا قلنا من عند مديبه تحرم سان داونز من بدايه الهجمه. لعب مهم جدا، انت لو قدرت تفسد على سان داونز من بدايتها اعتقد انت كده يعني خلاص كده النادي الاهلي قدر يفسد خطوره سان داونز تماما. طيب نروح للحاله اللي بعدها. طبعا زي ما احنا شايفين، بص المساحات اللي ورا الباك رايت برده مداوم. بص المساحات اللي وراهم فريق كوت كابريل، اعتقد ان هو كان بيحاول يلعب على نقط ضعف فريق سان داونز. هنا المساحات ناحيه الباك رايت، وشفنا نكمل نروح للسلايد اللي بعده. العرضيات اللي بقول لك عليها هنا، التعامل اغلب العرضيات العاب الهواء دفاعا وهجوما سيئين جدا. سيئين جدا. بص دي حاله، بص هو طبيعي فريق بيلعب كره دايما على الارض دايما بالنسبه له. بص كام لاعب، بص كام لاعب مع المهاجم بتاع فريق الكوت. هو اللي هيطلع ياخد الكره برضه. فدي برضه، وهتلاقي برضه هكمل. بص اثنين برضه هو اللي هيطلع يحرز، لو عندهم مهاجم يقدر يحط بدماغه كويس جدا سان داونز هيخسر كتير. لان عندهم مشاكل لو الفريق المنافس يعني. منافس طبعا. لان سان داونز عنده مشاكل في العرضيات كتيره جدا، فاعتقد ان من ضمن مشاكلهم العرضيات والمساحات اللي ورا الباكين. وسان داونز لو قدرنا نضغط عليهم الضغط العالي بتنظيم هنقدر نغلطهم، لان عندهم مساحات كبيره جدا وهم بيلعبوا بجرأه، مش عايز اقول بغرور، لكن هم بثقه كبيره جدا، عندهم ثقه في امكانياتهم كبيره جدا. ده باين حتى في الباص الكتير اللي بيلعبوه في المباراه، وكمان ال 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 الشراسه الهجوميه والكثافه الهجوميه دي. ده فريق يعني مش عايز اقول عنده شخصيه.
طبعا احنا يمكن متابعتنا لسان داونز محليا بقى في جنوب افريقيا واضح ان الفوارق بقت كبيره جدا بينه وبين حتى الانديه الكبيره في جنوب افريقيا زي اورلاندو بايرتس زي كايزر تشيفز. مظبوط. لا فرق تمام. فوارق الارقام الفوارق الرقميه يعني سواء في عدد النقاط او في الاهداف اللي احرزها او اللي استقبلها واضح بشكل صريح انه بقى مهيمن على الكره في جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا من الـ من الـ من الدول اللي الكره فيها متقدمه طبعا يعني. طبعا يعني اعتقد يعني المدرسه بتاعت جنوب افريقيا اعتقد خلاص يعني اتطورت تماما، وشايف ان سان داونز يعني بقى يعني لولا بس بيقابل النادي الاهلي دايما في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله برضو يتكرر تاني النادي الاهلي هو يبقى سبب في خروجه من دوري ابطال افريقيا، وربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده ونحقق مكسب. يعني مكسب ده النهارده اعتقد هيبقى مهم جدا جدا جدا. مفاتيح الفوز النهارده احمد من وجهه نظرك؟ مفاتيح الفوز النادي الاهلي الشناوي ليه دور مهم جدا، لان الضغط هيبقى عالي، اعتقد هو هيطبق الضغط العالي النهارده على النادي الاهلي. هيبدا ضغط عالي على الاثنين المساكين عبد المنعم ومتولى عشان يفسد النادي الاهلي، ما يخلوش هو اكيد ذاك النادي الاهلي وعارف انه برده خطوره النادي الاهلي برده زي مستر كولر ان هو بيبدا من الهجمه من تحت من عبد المنعم متولي، وهما متميزين في الحته دي، لكن هو اعتقد يضغط عليهم وهي دي طريقتهم برده اللي بيحاولوا بالزبط. فكره الفرقه اللي بتبني كوره من تحت خالص تعتمد على خط ظهرها في التحضير وبنى الهجمه، ده السيناريو الانسب اللي بيستناه سان داونز لانه بيلعب على الطريقه دي، بيلعب على الضغط بالظبط كده. فالشناوي بيبقى له دور جدا ان هو يقدر يلعب دايما على الاطراف، هو الشناوي بيعملها دايما سواء لمحمد الاهلي. ما بحبش الاهلي يلعب كوره عاليه كتير، يعني ما بحبش الكوره الطوليه دي، ما بحبش الكوره اللي جايه من ورا الباليه. هل تعتقد انها ممكن يكون حل مناسب النهارده لسان داونز او لا؟ وبالذات لو بدا المباراه مندفع او ضغط عالي على النادي الاهلي، اعتقد هيبقى ليها دور مهم جدا. عشان كده بقول لك ان الشناوي هيبقى ليه دور مهم جدا ان هو يقدر يلعب على الاطراف سواء لمحمد هاني او حتى لعلي معلول، لان هو الاثنين المساكين مضغوط عليهم بالفعل من الاثنين المهاجمين بتوع فريق سان داونز، لان هو حتى بخلي المهاجم الوحيد عنده هو مهاجم متاخر، ان هو حتى دايما بيخلي عشان يبقى في رابط ما بين الثلاثه في نص الملعب والاثنين المهاجمين، بيخلي دايما المهاجم مهاجم وهمي متاخر دايما بيجي من الخلف، هو بيعتمد دايما ان هو على طريقه يبقى مضيق المساحات عشان المهاجم المتاخر ده يتحول لمهاجم متقدم في ظل الهجوم بتاع حال سان داونز. صحيح. فالشناوي هيبقى ليه دور مهم جدا. وتاني عايز اقول ان النادي الاهلي مهم جدا ان هو يستغل نقطه ضعف فريق سان داونز، اللعب على الاطراف. ايوه عندهم مساحات كبيره جدا جدا، النادي الاهلي لو قدر يستغلها من بدايه اللقاء، لو قدر سواء بقى مين بقى حمدي فتحي او اليو ديانج، نقدر نلعب خلف مداو او مديبا. حمدي بقى بيعمل الدور ده على فكره اوقات كتير، بيزيد في ورا الاطراف المتقدمه، فبيبقى ليه دور مهم جدا بالزبط. في النواحي الهجوميه رهاننا كبير النهارده، قادرين نكسب ان شاء الله؟ قادرين ان شاء الله، قادرين ان شاء الله. شخصيه النادي الاهلي بتتحكم في المباريات الكبيره، والنادي الاهلي قادر ان هو يحقق مكسب يطمن بيه جماهيره، ويطمن ان شاء الله يعني ان هو ان شاء الله يصعد ل مش هنقول بقى يصعد، لا يصعد المباراه النهائيه ان شاء نرجع الله. الدنيا بس في نصابها وضعها الطبيعي. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في السادسه النهارده، وباذن الله موفقين، وباذن الله ان شاء الله حلقه بكره نكون بنحتفل بفوز غالي جدا باذن الله ان شاء الله الاهلي يحققه على سان داونز. المواجهه بيفصلنا عنها تقريبا في حدود ساعتين، اجواء ومتابعه ما قبل المباراه مباشره هتكون مستمره طبعا مع الزميل عزيز كابتن ايمن سابق في الاستوديو التحليلي بعد السادسه مباشره. بشكركم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه على شاشه الاهلي.